تستضيف مملكة البحرين يوم الأربعاء المقبل أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الأسيوية، وذلك في إطار اهتمام مجلسي الشورى والنواب بتعزيز العمل الأسيوي البرلماني المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة. نعم، وفي هذا الصدد أكد سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب في اتصال هاتفي خلال نشرة إخبارية سابقة، أكد على الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب عبر المشاركة الفاعلة في اللجنة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة للجمعية البرلمانية الأسيوية. احنا في مجلس النواب والشورى يعني نؤمن بتعزيز العمل الآسيوي البرلماني المشترك بين الدول، خصوصا الدول الشقيقة والصديقة، وهذا يتيح لنا مجال حق توسيع المجالات التعاون وتبادل التجارب والخبرات معها، وكذلك يمثل ركيزة أساسية في أولوية ثبات وقوة العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين مملكة البحرين وبين هذه الدول. وأيضا هذا ينسجم مع توجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، اللي دائما تحثنا أن احنا يعني يكون علاقاتنا البرلمانية وعلاقاتنا السياسية وتقويتها مع هذه الدول، خصوصا الدول الصديقة والشقيقة اللي تكون موجودة فيها معانا في هذا الاجتماع. بيكون على جدول الأعمال 8 مواضيع مهمة تهم يعني القارة الآسيوية كلها، ومن ضمنها مملكة البحرين. فإن شاء الله يعني هذا الاجتماع ومع وجود الأشقاء والإخوان معانا راح تكون لها صدى كبير، وراح تأثر أيضا في القرارات، وراح تنعكس على برلمانات الدول أن يتم تنسيق فيما بيننا في هذه الأمور وهذه المواضيع اللي راح يتم مناقشتها إن شاء الله خلال اليومين القادمين.